بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم موفق علي، هنتكلم إن شاء الله في Production and Operation Management. دي مادة من مواد الـ MBA Master of Business Administration، ماجستير إدارة الأعمال. يعني بعض الزملاء طلبوا إن احنا نكمل آخر حاجة اللي هو الـ Product and Service Design. Product and Service Design اللي هو تصميم المنتج. تصميم المنتج مش بس التصميم، شكل المنتج، ولكن مهم جدا لتصميم حاجات كتير هنعرف دلوقتي. اول حاجة هنا بيقول لك what does product or service design mean، هو معناه ايه او بيقصد ايه بتصميم المنتج. design indicates into the shape and form of a new product or service. ممكن يكون مثلا تغليف المنتج او شكل المنتج، كمان الفورم نفسه، يعني حتى محتويات المنتج او السيرفيس كمان. خد بالك هو بص بيكلمك بيقول لك البرودكتس اند سيرفيس، يعني مثلا هيجي بعد كده يقول لك مثلا من اسباب التصميم او كده، زي ما مثلا بتشوف مثلا بالنسبه للاطفال الصغيرين ازاي بيعملوا لهم الوان شويه كل شويه، شكل الكيس الشيبسي ولا مش عارف ايه، الحاجات دي كلها الوانها تتغير واشكالها ملونه ومش عارف ايه عشان يجذبوا الفئه دي بالنسبه لهم. ده شغل ماركتينج وشغل شوف بقى ازاي. طيب هل هو بس انت بتعمل تصميم، يعني تصميم للغلاف بس؟ لا لا لا، ده كمان الشيء بالشكل والفورم نفسه، يعني ممكن انت تغير في شكل المنتج نفسه. يعني مثلا شكل العربيه، العربيه اقول لك بص لما تيجي تكلم مثلا الفئة العمرية بتاعت الشباب مثلا، يعمل له بقى حاجة كده شبابي وستايل وشكلها حلو ومش عارف ايه، انما الكبار عايزين عربية كده راسية وتقيلة على الطريق وما تتقلبش. فبتوع الماركتينج دايما هم اللي بيعملوا الماركتينج ريسيرش. يعملوا يعني ايه الماركتينج ريسيرش؟ اللي بحوث التسويق، عارفوا السوق عايز ايه، كل شريحة عايزة ايه، النيدز والوونتس بتاعت الكاستمرز، والمفروض الحاجات دي كلها انت تبقى يعني يقول لك البيزنس بتاعك لما يكون فيري ريسبونسيفنس، يعني سريع التفاعل مع الكاستمر نيز، يبقى انت كده عندك كومبيتيتيف ادفانتج، يعني مزايا تنافسيه، يعني انت اسرع في تغيير شكل المنتج بتاعك. مش بس كلمه شكل هنا، الديزاين يعني الغلاف او التغليف او الباكجينج بتاعت، لا 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 لا، كمان الايه، يعني بتصل للمنتج نفسه، مكونات المنتج نفسه. طيب هنا بيقول لك الديزاين، هنا تعريف الاولي بتاعه indicates into the shape، شكل والفورم بتاع النيو برودكتس والسيرفيس. طيب ايه الريزونز بقى؟ اهو زي ما كنا لسه بنقول، اسباب ان انت بتخلي الشركات، الريزونز اور الامبورتنس اوف برودكت ديزاين. طيب يعني من الاول وهله ممكن تحس ان الامبورتنس هي الريزونز، اهميه التصميم، بس ممكن تلاقي في فرق. يعني فتيجي تقول لي ايه الامبورتنس اوف ديزاين نيو برودكتس اور سيرفيس باكس تو، يعني بترجع الى ايه اهميه بقى ان انا كل شويه اغير تصميم الايه، يعني او اهتم بتصميم المنتجات بتاعتي والخدمات. هنا اهميه، خد بالك اهميه التصميم، يقول لك ازاي انت لازم، انت محتاج ميتنج تشينجز ان كاستمر نيدز، محتاج سرعة الاستجابة، يعني عشان منتجك ده يتباع وما تبقاش بره السوق زي ما بيقولوا، يعني او يعني زي ما بيقول لك البيزنس ما بيرحمش. الميتنج تشينج ان كاستمر نيدز عشان ايه؟ عشان في كومبيتيتيف، عشان في منافسة جامدة جدا. فتصميمك الجيد لمنتجاتك وتعديلك كل شوية في منتجاتك بما يلائم الكاستمر نيدز هيخليك ايه؟ مور كومبيتيتيف، صح؟ يبقى ايه؟ انكريز الكومبيتيشن، يعني انكريز بقى، مش تزود المنافسه. هي ما هنا مكتوبه بقى معلش بطريقه مش، هو المفروض انكريز الكومبيتيتيف ادفانتج، مزاياك التنافسيه، مش هتزود المنافسه عليك ان انت يبقى عليك منافسين. لا، هو في اوريدي في منافسين في السوق، بس هتخليك انت يعني مور كومبيتيتيف، يعني انت قابل للمنافسه. تلاقي الناس المنافسين بتوعك بيغيروا منتجاتهم بما يراضي الزبون، فالزبون بيروح يشتري منهم وانت البيزنس بتاعك خسران، هيقفل خلاص، شكرا، هتقعد في البيت. طيب يبقى زي ما قال لك كده، اهميه الديزايننج بتاع النيو برودكتس ان انت ميتنج او تقابل يعني تشينجز ان كاستمر نيد. شوف بقى كلمه تشينجز، يعني مش
مش انت عامل برودكت كويس وخلاص، لا ده كل ما الاحتياجات والرغبات بتاعت الكاستمر تتغير انت المفروض تغير الديزايننج بتاعه. تاني حاجه increase الكومبيتيشن، تالت حاجه الادفانسز ان تكنولوجي. معلش الجمله دي برضه ناقصه حته، ايه الادفانسز ان تكنولوجي؟ مزايا التكنولوجيا دلوقتي بيقول لك forces company to design new products or services. يعني التكنولوجيا النهارده بقت بتساعد الشركات ان هي تعدي جامد جدا وتطور جامد جدا في المنتجات وفي تصميماتها والحاجات دي كلها. شوف بقى ازاي، يعني يعني التصميمات دي كلها ممكن تبقى على الكمبيوتر وهوب يقوم يغير لون وطابع مثلا، يعني لو بنتكلم مثلا على غلاف الشيبسي والحاجات دي. طيب ده دي ايه الامبورتنس، اهميه الديزايننج بتاعت النيو برودكتس والسيرفيس، ان انا اقابل احتياجات العميل، ميتنج ان تشينجز ان كاستمر نيدز وانكريز الكومبيتيشن وادفانسز ان تكنولوجي. مزايا التكنولوجيا بتشجع وبتسهل الايه التغييرات، فانا كمان لازم يبقى عندي التكنولوجيا دي، الا بقى ايه المنافسين هي خلاص هيقفلوا لك البيزنس بتاعك. طيب دي ايه، دي الامبورتنس. امال ايه الاسباب بقى؟ الاسباب هنا يعني هناك كان بيقول لك الامبورتنس حاجات مهمه لما، لكن هنا في اسباب بقى هترغمك ان انت تصمم اهو. reasons for designing new products or services زي ايه؟ زي بيقول لك مثلا economic اسباب اقتصاديه. يعني ايه اسباب اقتصاديه؟ الاسباب الاقتصاديه بتخليني اعدي للمنتج بتاعي low demand، يعني عندك طلب قليل. فانا يا ترى هو احنا ما بنبيعش ليه يا جماعه؟ فيجي بتوع الماركتنج ريسيرش يقول لك والله مش عارف، يعني متهيألي المنافسين كده شكل المنتج بتاعهم شكله كويس كده وبتاع. طب ما فانت او ان انت عايز، هنا بيقول لك ممكن نيد تو ريديوس كوستس، ممكن يكون اسباب اقتصاديه برضو ان انت عايز تقلل الكوست بتاعك فتعدل تصميم المنتج بتاعك. شوف بقى ازاي. طيب او سوشيال اند ديموغرافيك، اسباب اجتماعيه وديموغرافيه. كلمه ديموغرافيك او ديموغرافيه ملهاش ترجمة عربي، يعني فهم بيترجموها برضو بنفس الكلمة، يقول لك اللي هو تصنيف. كلمة ديموغرافية يعني تصنيف. يعني ايه تصنيف؟ يعني الناس بتوع الماركتينج دول بيقول لك انت لازم يبقى عندك حاجة اسمها ماركتينج سيجمنتيشن. مفيش واحد بيبيع للناس كل العالم كله، لا. يعني ايه يا عم انت؟ يعني مثلا انت بتقول لي انا بتاع بدل، انا بنتج بدل وببيعها، يبقى انت مش هتفترض ان انت بتبيع بسم الله ما شاء الله ال 100 مليون واحد في السوق المصري دي بيشتروا بدل، لا انت بتتكلم بالتارجت الرجال مثلا، الرجاله اللي بيشتروا بدل، كمان مش كل الرجال. يعني انت بتقسم السوق بتاعك شرايح وبتشوف الشريحه المستهدفه، ده شغل ماركتينج بقى، يعني ده مش برودكشن. بس هو هنا هيقول لك خد بالك ان البرودكشن والتصميم ده ريليتد جدا بالماركتينج وباحتياجات العميل، و بتوع الماركتنج ريسيرش يجي يقولوا لك عايزين نعمل كذا لحسن احنا المنتج بتاعنا مش هيتباع. طيب ماشي يا عم. يبقى هنا كلمه ديموغرافيك يعني تصنيف الزباين او تقسيم الشرائح. ايه الشرائح؟ يعني ايه بقى؟ سواء والله بقى بالسن، تقول لي انا بتكلم مثلا الناس الاطفال الصغيرين، ما انا ببيع لهم مصاصات، مصنع بيعمل مصاصات وشيبسي ومش عارف ايه والحاجات اللي عيالنا واجعين بطن العيال بيها ومخلصين فلوسنا دي، الحاجات دي كلها مش هتوجهها للكبار، انت لازم تعرف الشريحه المستهدفه بتاعتك. مثلا لما تيجي تقول مثلا بامبرز انت شركه بتنتج بامبرز، البامبرز ده انت هتبيعه لمين؟ للناس البيبي يعني اللي هم اقل من سنه؟ هم دول بيفهموا ولا بيبيعوا بيشتروا؟ انت بتخاطب الامهات، انت بتخاطب الستات، فانت تقول لها بقى ده هيريحك ومش هتقعد تغيري كل شويه ومش عارف. فهو ده بقى حته، هو هنا بيقول لك الايجنج ومش عارف ايه. فحته الديموغرافيك معناها تقسيم السوق بقى، تقسيم الشرايح، الزباين دي شرايح عمريه، شرايح متعلمين مش متعلمين، ذكر ولا انثى، مش عارف كبير ولا صغير، وظيفته ايه، ساكن فين، كل دي اسمها ايه؟ تقسيمات اجتماعيه وديموغرافيه. طيب هو ايه بقى الاسباب الاجتماعيه والديموغرافيه اللي تخليني اعدل تصميم المنتجات والخدمات بتاعتي؟ الله، ما احنا بنقول اهو انت عايز تشوف الشريحه بتاعتك ايه وتعدل لهم اهو. هنا دي حاجات بتاعت بيبي، يبقى عدل منتجك وكده لل طيب نمره 3 بيقول لك بوليتيكال لايبيليتي وليجال.
بيقول لك اسباب سياسيه وقانونيه. يعني في مثلا حاجات جفرمنت تشينج، مثلا تغيرات في الحكومه مش عارف، لان بيقول لك مثلا في مثلا في حاجات قانونيه مثلا، يعني يجي مثلا يقول لك ايه، في حاجات ما ينفعش تبيعها ل مثلا الناس اللي بتنتج سلاح وبتبيع سلاح. في ناس بتنزل وسط البلد تلاقي لازم ترخيص عشان يتباع الحاجات دي. طب مثلا تلاقي مثلا لعب الاطفال، تلاقي مكتوب كده ايه، حاجه ليجل او حاجه يعني نوتيفيكيشن كده، ان ايه مثلا اللعب الحاجات الصغيره دي الاطفال اقل من 3 سنين لحسن يبلعوها وبتاع. في حاجات زي كده لازم تعيد تصميم المنتج بتاعك بما يتناسب. في حاجه ما زي كده هتاثر جامد جدا في تصميمك للمنتج بتاعك. نمرة 4 هنا بيقول لك الكومبيتيتيف، الكومبيتيتيف المنافسه التنافسيه. بيقول لك اهو نيو اور تشينجد برودكت اور سيرفيس. تخيل ان انت مثلا الحاجه دي مهمه جدا جدا، بتشوفها كمان في الموبايل فونز مثلا، دي كل يوم كل يوم تصميم جديد بيتغير، فبتلاقي كل الشركات سامسونج عملت تصميم كله يجري بقى، كله بقى مش عارف انفينكس ومش عارف ولينوفو، وكل الشركات تجري تعمل تغير في الله 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 الله، يبقى كومبيتيتيف ولا لا تنافسيه. انت تخيل انت بقى لو انت مصنع بتاعك بتقول انا بنتج احسن تليفون بس مش عارف اعدل، ما بابا ما توجعش دماغي، هو تصميم زي الفل هو بس ما يتعدلش. لا ما فيش حاجه اسمها ما تعدلش، ده انت كل شويه تعدل علشان زي ما قال لك كده ايه، ميتنج التشينجز. بص تغيرات في الكاستمر نيدز دي الامبورتنس بقى، والانكريز الكومبيتيشن. هنا هتلاقي كومبيتيشن هنا وهنا، والتكنولوجي برضه هتلاقي التكنولوجي هنا وهنا، يعني هي فعلا تشابهت الايه الامبورتنس مع ريزونز. بس الريزونز حاجات اسباب هتخليك يعني هتجبرك ان انت تغير تصميمك. طيب الكوست اور افيلابيليتي، مثلا تكلفة المواد وبتاع، فانت عفوا بتيجي تقول لي انا بغير تصميم عشان اقلل التكاليف واقلل الكلام ده كله. زي ما بنسمع كده ان في الصين بتعمل حاجات منتجات من الزبالة، بيقللوا التكاليف وبيقللوا الرو ماتيريال. طيب التكنولوجيكال بقى، الحاجات البرودكت كومبوننتس والحاجات دي، التكنولوجيا برضو بتبقى عامل مؤثر جدا واسباب مهمة جدا لتغيير الايه، وبتسهل برضو تغيير المنتجات. طيب السؤال الثالث قال لك وات از ديزايند، ايه بقى، دي مهم جدا 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 السؤال ده، ايه اللي بيتغير في المنتج، ايه اللي بيتغير في المنتج. قال لك بص بقى ده سؤال جميل جدا جدا جدا، او انا ايه اللي بصممه في المنتج، وانا بس زي ما قلنا كده احنا بنغير بس الغلاف الباكجينج مثلا. لا 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 لا، بص هنا بيقول لك مصنفه لك 3 حاجات. بيقول لك there are 3 things that should be designed in the in a new product or service. اول حاجه الكونسبتس، مفاهيم او يعني جوهر الشغلانه، جوهر المنتج، البينيفيتس المنافع. refer to expected benefits of products that customer are buying. ما تيجي تقول لي بص احنا بنصمم عربيه جديده، يا نهار ابيض ثابته على الطريق بطريقه رهيبه جدا، والعربيات التانية كلها مش عارف بتعدي سرعتها كام، دي ممكن توصل مش عارف سرعتها تعدي 300 كيلو ولا تعدي مش عارف 400، ارقام جديده بتكسر، انت حاجه جديده تعمل تصميم جديد، انت بقى مش بتصمم في شكل هو ولا شيب ولا فورم، ده في جوهر. البينيفيتس جوهر، بتعمل حاجات جديده، بتعمل حاجات جديده. طيب يبقى ده ديزاين جديد في نيو برودكت جديد، ممكن تكسر الدنيا وتخلي كل المنافسين يجروا وراك عايزين يقلدوك او عايزين حتى يتساووا بيك. طب تاني حاجه ممكن تتعدل او تتعمل لها ديزايننج في البرودكت، الباكج. ايه الباكج ده؟ بيقول لك مثلا ايه، لما بتشتري عربيه ما بتشتريش العربيه بس، تشتري العربيه وضمان مش عارف 300 الف كيلو ولا مش عارف كده 30 الف كيلو ولا خمس سنين صيانه وبتاع الكلام ده كله. ريفيرز تو بوث جودز اند سيرفيس، بتاخد باكج المنتج والخدمه. يعني مش يا منتج يا خدمه، لا باكج الاثنين مع بعض. واير تو اتشيف ذيس بينيفيتس، انت لو تيجي تشتري ثلاجه تدفع فيها بقى 9000 10000 جنيه، فهتقول لي لا انا مش هقدر، ده دول ما بيصغيرونوش حلو، انا هشتري شركه تانية، هشتري التلاجة من شركه تانية. ليه؟ لان عندهم الصيانه والضمان حلو. الله، يعني انت ما بتشتريش البرودكت بس او الجودز بقى، ده انت بتشتري الباكج. شوف بقى ازاي، يبقى هنا البينيفيتس بتتاثر جدا في نظره العميل. لما ايه، لذلك برضو الراجل اللي قاعد يصمم ده او الماركتنج ده بتاع الماركتنج ريسيرش اللي جاي لبتوع الديزاين اللي هم المفروض هيصمموا ويتكلموا لبتوع المانيفاكتشرنج بقى او بتوع البرودكشن بقى،
يقولوا لهم حاولوا تظبطوا الدنيا علشان الجودز والسيرفيس الاثنين بيقدموا خدمه لل اه طب تالت حاجه البروسيس العمليه بقى الانتاجيه نفسها ريفيرز تو ذا واي، بتشير الى الطريقه نفسها بتنتج المنتج بتاعك ازاي او الخدمه ذات. ان اورجانيزيشن يوز تو بروديوس جودز اور بروفايد سيرفيس. تاني تلات حاجات بيتم تصميمها في المنتج، الكونسبتس المفاهيم اللي هي ايه الاكسبكتد بنفيتس من البرودكت اللي هو الكاستمر بيشتري ليه عشان يحصل على هذه المنافع. تاني حاجه الباكج دي بتبقى جودز وسيرفيس. تمام. تالت حاجه البروسيس، يعني يا اما تصمم ده يا اما تصمم ده يا اما تصمم ده. البروسيس هي طريقه انتاج الحاجه نفسها، طيب، او المنتج نفسه او السلعه. طيب السؤال الرابع هنا، او يعني النقطه الرابعه، بيقول لك what does product or service design do. هو احنا لما بنيجي نصمم بنعمل ايه بالظبط؟ various activities and responsibility of product and service design include the following function interaction are shown in plans. يعني ايه؟ يعني في حاجات بتعملها اداره واحده، وفي حاجات اداره تيم. فتلاقي كاتب لك الاداره الماركتنج والاوبريشن ما بين البراكتس دي او البرانسس دي. طيب هنا بيقول لك ايه اول حاجه؟ ايه اهو، ترانسليت كاستمر وونتس اند نيدز انتو برودكت او سيرفيس ريكويرمنت. يعني بيجي بتاع الماركت ريسيرش اهو، هنا كاتب لك اهو الماركتنج اهو، يجي يقول لك يا عم لا والنبي ظبط لي دلوقتي الثلاجات كلها بابين، يا عم انت عامل لي بقى لنا 100 سنه من سنه 50 الثلاجه بتاعتنا باب واحد، ايه يا عم التخلف ده؟ حاضر بس ما تزعلش، بس دي هالتكاليف ومش عارف ايه، ولازم نعيد تصميم المنتج، ولازم ماليش دعوه، انا مش عارف اقعد مع العملاء وبيقولوا لي احنا عايزين ده. في ثلاث ابواب دلوقتي. معلش انا بدي مثال اي كلام يا جماعه، بس ده مثال اللي يجي بتاع الماركتنج يتخانق مع بتاع البرودكشن مش عارف يبيع، او بتاع السيلز مثلا. طيب او ان هو مش عارف يبيع، او ان هو عمل استقصاء الناس وجاي بتاع الاوبريشن بيقول له ترانسليت كاستمر وونتس اند نيدز انتو برودكت اور سيرفيس ريكويرمنت. حلو قوي، عايز انت ايه بقى؟ دي حاجه تانية، ريفاين اكزيستنج برودكت اور سيرفيسز، او ان انا خد بالك ده بيقول لك ايه، ده نيو برودكتس، انما هنا ايه، انا بعيد تحسين ريفايننج اكزيستنج برودكت اور سيرفيس. انا بقى برضه جايه من الماركتنج بيقول لك والله الثلاجه بتاعتنا حلوه وبابين وبثلاث بيبان وكل حاجه، بس دلوقتي بقى ما بقاش كان الاول مش عارف بتعمل ثلج، دلوقتي بقى نو فروست، لا زود لنا معلش يا جماعه الثلاجه بتاعتي بايظه، فتلاقيني اضرب الامثله كلها على الثلاجات، عايز اشتري ثلاجه. طيب هنا بيقول لك هو فاين اكزيستنج برودكت اند سيرفيس. حلو، يبقى انت عايز تظبط المنتج اللي الشركه بتاعتك بتنتجه وبتبيعه. طيب حلو، نمرة ثلاثة بيقول لك develop new products، عايز بقى منتج جديد خالص. فانت ده الماركتنج والاوبريشن، كل ده ايه؟ كل ده اللي ممكن يعمله what does product or service design do. ايه اللي بيعمله؟ يا اما يترجم الاحتياجات والرغبات بتاعت الكاستمر للانتاج او للبرودكت سيرفيس ريكويرمنت، او يحسن منتج موجود، او يطور منتج جديد، او فورميليت كواليتي جولز. ايه الفورميليت كواليتي جولز دي؟ جايه لي انا من اداره الجوده او من الماركتنج برضو، ان المنتج بتاعنا محتاج تظبيط، محتاج نظبط، محتاج فبرضو جايه لك كواليتي جولز، عايز ازود الكفاءه، عايز اخلي برضو ايه الاوبريشن والماركتنج بيشتركوا في الحكايه دي. طيب معلش نطلع فوق خالص. نمره خمسه بيعملوا او يعني خامس حاجه ممكن يعملها البرودكت ديزاين، برودكت اند سيرفيس ديزاين، بيقول لك فورميليت كوست تارجتس. دي مين بقى اللي بيتكلم فيها؟ الاكاونتنج والفاينانس. تقولوا له بص يا عم الله يبارك لك يا عم، الثلاجه دي المفروض احنا بنبيعها ب 10,000 ولا ب 9,000، الكوست بتاعها المفروض ما يزيدش عن 7,000 او 8,000. يبقى هنا التارجت، تارجت كوست دي جايه له من الادارات دي، وجايبه له طبعا هم عندهم 500 موديل، كل موديل ليه تارجت وليه قصه طويله جدا. فالادارات دي اللي بتشترك في هذه الايه، في هذه الشغلانه او العمليه. كونستراكت اند تيست بروتوتايبس.
طيب البروتوتايبز دي قصة تانية بقى. بيقول لك البروتوتايبز، هنتكلم برضو في مراحل البرودكت ديزاين، هيقول لك ان انت بتعمل البروتوتايب. البروتوتايب ده نموذج. يعني ايه نموذج؟ يعني بتقول لي في بعض الصناعات ما ينفعش كده اخش بتقلي وانتج 100,000 قطعة واتشحور، لا لازم اعمل نموذج الاول. او مثلا يعني كذا، يعني كل اندستري ليها الاكسبريشنز بتاعتها يعني، او ليها المصطلحات. فتلاقي مثلا الناس المهندسين يجوا يعملوا ايه قبل ما يبنوا العماره، يقول لك احنا بنعمل ماكيت. ايه الماكيت ده؟ عماره صغيره كده على الورق او بتاع مش عارف ايه، كرتون او ماكيت، سواء على الكمبيوتر او على، بيعملوا كده على على الديسكو بتاعه مش عارف ايه، بشكله جميل. ايه ده بقى؟ يجي الاونر او الناس الشركه مثلا مالكه او ناس جامده كده، اتفرجوا يا سلام هي دي المدينه الجديده السكنيه وبتاع ويا وبتاع. ايه ده بقى؟ ده نموذج. مش خش يعمل الحاجه، لا الاول بيعمل نموذج. طيب بلاش تتكلم على المهندسين، تعالى اتكلم مثلا على المبرمجين. يجوا يعملوا يقول لك ايه، احنا بنعمل بايلوت تيست. بايلوت تيست يعني بنعمل البرنامج، بنعمل له اختبار قبل ما نشغله. او مثلا ما يجي يعملوا مثلا سفينه كبيره، ولا يعملوا طياره، ولا حاجه، بيعملوا نموذج مصغر. اه، فهو كلمه بروتوتايب، تيجي تعمل عربيه، هل هتنتج منها 10 مليون قطعه او تغير بيها الدنيا؟ لا، انت تعمل نموذج الاول وتختبر. اه، فهو بقى، فهنا ده دي من ضمن الوظائف اللي بتعملها البرودكت اند سيرفيس ديزاين، الاوبريشن والماركتنج والانجينيرنج. الثلاثه بيقعدوا وبيبقى ايه، عايزين يعملوا نموذج عشان المنتج الجديد ده. الدوكيومنتيشن او الدوكيومنت سبيسيفيكيشن، مش عارفها دي بصراحه. ترانسليت برودكت اند سيرفيس سبيسيفيكيشنز، السبيسيفيكيشن المواصفات بتاعه المنتج انتو بروسيس سبيسيفيكيشن. طيب المفروض ان بتوع يعني ايه، بتوع الديزاين دول حلقة وصل. نعرف بعد كده ان من ضمن يعني، غير بعد موضوع الفيزز بقى، مراحل تصميم المنتج، نعرف انواع او يعني ايه الابروشز. بيقول لك بص، هو مين اللي بيقعد مع الناس وبيعمل ماركتنج ريسيرش؟ بتوع الماركتنج بيعرفونا الزبون عايز ايه والناس عايزة ايه والتغيرات والحاجات دي كلها. طيب مين اللي بينتج؟ بتوع الاوبريشن والبرودكشن. بتوع الديزاين دول حلقة الوصل ما بين الاتنين، يعرفوا الاحتياجات ويترجموها للسبيسيفيكيشن، وبعد كده بتوع الانتاج بقى يعملوا البروسيس سبيسيفيكيشن. طيب هنا بيقول لك اهو البرودكت، انا عارف ان ممكن بقى يبقى في فايدة لما تقعد الاتنين مع بعض، لما تقعد بتوع الانتاج وبتوع التصميم. بتوع الانتاج عارفين كفاءة المصنع يقدر يعمل ايه، وبتوع التصميم عارفين الزبون جاي بقى من الماركتنج ريسيرش، الزباين والرغبات والاحتياجات والمنتجات الجديدة اللي في السوق عاملة ازاي، والتطوير عامل ازاي، ومطلوب منهم ايه. فما دول ودول يقعدوا مع بعض، هتلاقي ده الابروش الاولاني تقريبا اللي هو الكونكرنت انجينيرنج. تعالى بس نكمل الحتة بتاعة الحاجات اللي بيعملها البرودكت ديزاين. هنا بيقول لك برودكت اند سيرفيس ديزاين انفولف اور افكتس نيرلي every function. كل الادارات والشركات بتتاثر بتصميم المنتج، زي ما قلنا قبل كده ان اداره الانتاج دي في قلب الشركه الصناعيه. of an organization however marketing، بس بقى ايه، كل الادارات بتتاثر وبتتاثر بالموضوع ده، انما الماركتنج والاوبريشن هم major involvement، هم دول اكتر ناس. زي ما قلنا كده، الماركتنج هو اللي بيعمل الريسيرش، هو اللي ايه يعني، زي ما تقول ايه، ممكن العمليه بتبدا من عنده وبتنتهي من عنده. هو اللي بيعمل لك ماركتنج ريسيرش ويعرف الناس عايزه ايه، وهو لما تيجي في الاخر تحقق مفيش مبيعات بتتحقق، تيجي تتخانق معاه تقول له ما هو ما بعتوش ليه، ما حققتوش التارجت ليه. فهو بتوع الماركتنج هم المتاثرين مع بتوع الاوبريشن في الحكايه دي. طيب ايه الفيزز بقى؟ فيزز يعني ايه المراحل؟ فيزز ايه بقى؟ فيزز البرودكشن ديزاين. انا دلوقتي انا خلاص عرفت يا عم مزايا البرودكشن والامبورتانس والريزونز، وعرفت ايه اللي بيتم وايه اللي اقدر اعمله، عايز اقعد بقى ايه اصمم المونتاج. اه، فقال لك بص، لا دي مراحل بقى، دي لازم الترتيب بقى. يعني ايه بالترتيب؟ يعني انت دلوقتي بتقول لي والله يا اما منتج جديد، يا اما انا منتج قائم وعايز اعمله ريفايننج والحاجات اللي احنا شفناها اللي فاتت دي. فتقول لي بص، اول حاجه لازم اعمل فيزابيليتي. انا خلاص جالي الموضوع من اداره الماركتنج وسيرش او
الار ان دي، اي اداره جايه بتقول لي والله احنا محتاجين المنتج بتاع الثلاجه بتاعتنا دي، المفروض نزود الكواليتي بتاعها، او مش عارف نخليها عامله ازاي، او الباب يبقى مش عارف بيفتح ازاي، او طيب البرودكت اند ديزاين ديفلوبمنت جنرالي بروسيد ان ا سيريس اوف فيزز از فولوز. بالترتيب كده، اول حاجه عرفت الاحتياجات ايه عامله ايه، انا لازم اعمل فيزابيلتي اناليسيس، لازم احلل. فيزابيلتي اناليسيس انتايلز ماركت اناليسيس، لازم احلل السوق، اي قرار لازم تاخده بناء على معلومات، والمعلومات بتسبق اي حاجه، بعد كده تحلل المعلومات دي عشان تفهم. ماركت اناليسيس، ايكونوميك اناليسيس، اند تكنيكال اناليسيس. فيزابيلتي، كلمه فيزابيلتي اصدار يعني دراسه الجدوى، فيزابيلتي اناليسيس تحليل الجدوى، او يعني هو المفروض السوق عايزين ان احنا نزود مش عارف شكل الثلاجه، والايكونوميك اناليسيس هتكلفنا الحكايه دي 1000 جنيه، يبقى الثلاجه بدل ما كانت بتتباع ب 9 هتبقى ب 10. طيب تكنيكال اناليسيس، احنا عندنا كفاءه نعمل الحاجات دي ولا لا؟ طيب يبقى دي اول حاجه بتعمل الفيزابيلتي اناليسيس. تاني حاجه البرودكت سبيسيفيكيشن، خلاص انا عرفت ايه المطلوب تطويره او ايه المطلوب تعديله، وعرفت ان ليه فيزابيلتي، احنا فعلا لو طورنا الحاجه دي وهتكلفتنا 1000 بس هنبيع باكتر وهيبقى هتكسبنا اكتر من ال1000 مثلا. يعني البرودكت سبيسيفيكيشن ذيس انفولفز ديتيلد ديسكريبشنز، وصف تفصيلي بقى لايه، of what is needed to meet customers. ايه بقى بالتفصيل اللي عايز يتعدل في الثلاجة and required cooperation between legal و marketing و operation. تمام، طيب خلاص، يبقى اول حاجة عملت ال feasibility study او ال feasibility analysis، وبعد كده ال product specification. ال process بقى ايه؟ specification، العملية نفسها اللي هتنتج بقى. Once the product specification has been set, attention turns to specification for the process that will be needed to produce the product. العملية بقى الإنتاجية فعلا هتعمل إيه؟ طيب خلاص عملنا، عم ظبطنا، عرفنا الـ product specification وعرفنا الـ process specification وبدأنا ننتج. هننتج بقى 100,000 وحدة وبتاع وتنزل التلاجة الجديدة السوق ويمكن ما حدش يشتريها؟ لا، اعمل لي بس بروتوتايب واحد بس، نموذج. بروتوتايب ديفلوبمنت. ايه البروتوتايب ده؟ افتكر كده بقى ايه لما كنا بنقول مثلا الماكيت اللي بتاع العماره، بدل ما نقعد نعمل العماره 20 دور، لا نعمل الماكيت الاول، عجبهم الشكل، عجبهم الديزاين، نتكل على الله نشتغل. يبقى وات بروتوتايب ديفلوبمنت، اعمل بروتوتايب، اعمل نموذج، او ساعات يسموه يقول لك البايلوت تيست. ويز يبقى ده ايه؟ ده البروتوتايب ديفلوبمنت. ويز برودكت بروسيس سبيسيفيكيشن كومبليت، اول ما تخلص البرودكت سبيسيفيكيشن والبروسيس سبيسيفيكيشن، one or a few units are made. اعمل واحدة واحدة أو مجموعة وحدات، ساعات بيعملوها في العربيات. are made to see if there are any problem with the product or process specification. ساعات بيعملوا مثلا ايه، موبايل جديد ويعملوا له اختبار، يقول لك في مكنة كده معمولة روبوت كده في اليابان ولا مش عارف في الصين، الحتت دي يقعد يدوس على الزرار مش عارف 10,000 دوسة، يشوف الموبايل هيستحمل الدوس ولا الزرار بتاع الموبايل هيبوظ بعد كام ألف. فده ايه؟ ده اختبار للمنتج، هو مش هيبوظ 100,000 منتج، هو منتج واحد وبيختبره. زي الفل، زي الانتج يعني. تبقى ده كده عملت ايه؟ أول حاجة عملت فيزابيلتي أناليسيس، تاني حاجة برودكت سبيسيفيكيشن، تالت حاجة بروسيس سبيسيفيكيشن، رابع حاجة بروتوتايب ديفلوبمنت، خامس حاجة ديزاين ريفيو. عملت الديزاين وعملت البروتوتايب ده واختبرته، راجع بقى التصميم بتاعك حلو، لا في مشكله، عارف بس يا سلام لو مش عارف الشكل يتغير شويه، لا لو مش عارف ايه. يبقى ديزاين ريفيو، at this stage any necessary changes are made or the project is unbound. abounded. طيب خلاص، يبقى احنا بتراجع التصميم بتاعك. ثالث حاجه ماركت تيست، خلاص انا كده اختبرته وزي الفل، انزله السوق بقى. ماركت تيست، ماركت تيست از يوزد تو ديتيرمين ذا اكستنت اوف كاستمر اكسبتنس. مش تنتج بقى ال 100,000 وحده، لا تعمل لك ايه، كميه كده صغيره يعني، تشوف تختبر قبول العميل ليها. حتى مثلا بتوع التسويق يقول لك ايه، لما بتيجي مثلا اي الشركات الكبيره تعمل مثلا موبايلات جديده،
فما بتسميش الموبايل، ما بتسموش سامسونج، بتسميه تقول لك اس 4 اس 7 اس مش عارف ايه. بيقول لك والله لو ما حصلش اللي هو الكاستمر اكسبتنس ده، ما حصلش الجمهور، خلاص يا عم هنشيل المنتج ونحط منتج تاني باسم جديد، بس ما اربطش اسم الشركة بالمنتج ده ويبقى العميل رافض، الشركة رافض باسمها، لا اسمي المنتج اسم غير الشركة. خلاص مش عاجبه المنتج ده، انا ماشي عامل منتج واجيب لك منتج تاني. تلاقي سامسونج عاملة مليون نوع من الموبايلات، وفي واحد يعني ماشي واتقبل وبتاع زي الفل، في التاني ما عجبش الناس تغيره مفيش مشاكل. طيب يبقى ده هو ده الماركت تيست. سبعة، برودكت انترودكشن، ذا نيو برودكت از بروموتد، ابدا بقى اعمل له بقى دعايه، الناس قابلته بقى وبتاع، بس ابدا عرف بقى الناس واعمل اعلانات وارخم يعني ايه، املى الدنيا اعلانات وبتاع. فولو اب ايفالويشن، تابع بقى التطور بتاعك بيزد اون يوزر فيدباك تشينجز مي بي ميد اور فوركاستس. طيب وي فايند، يعني برضو ايه، هو بيكمل لك العمليه كلها، ان انت كمان حتى لما نزلت الحاجه للسوق وعرفت الكاستمر اكسبتنس وعملت بروموشن وعملت دعايه وعرفت الناس بيه، كمان اعمل فولو اب، تابع التطوير بتاع الحاجه دي، لان انت احتمال برضو ايه تبقى برضو محتاج تعمل تصمم وتقدم. طيب اخر حاجه في موضوع البرودكت اند سيرفيس ديزاين، موضوع الابروشز، الابروشز او المداخل بتاعت تصميم النيو برودكتس، ثلاث حاجات. قال لك الكونكرنت انجينيرنج، يعني الموازنه او المتوازن، يعني المتزامنه، يعني ايه، بيقول لك بص بقى بتوع الماركتنج بيجوا يعملوا بالذات حاجه في الحاجات الكبيره، يعني الحاجات الكبيره يقول لك الاول اعمل ايه ار ان دي مثلا او ماركتنج ريسيرش، واعرف الناس عايزه ايه واعرف السوق عايز ايه، وبعد كده اعمل ديزاين صمم المنتج وبعد كده خش على الانتاج. لا، الناس دي بتاعت الكونكرنت انجينيرنج قال لك نقعد بتوع التصميم وبتوع الانتاج مع بعض زي ما قلنا كده. دي ده ايه فايدتها دي يا عم الحاج؟ قال لك بص بقى فايدتها ايه، فايدتها ان بتوع الانتاج بتوع البرودكشن او بتوع المانيفاكتشرنج انجينيرنج، المهندسين بتوع الانتاج عارفين سعه المصنع ايه وامكانيات المصنع ايه وقدرات المصنع ايه، يقدروا يعملوا ايه، يقدروا يطوروا المنتج ازاي. ده بتوع الديزاين عارفين الايه، عارفين احتياجات العميل والحاجات اللي جايه لهم من الماركتنج ويعدلوا ازاي وبتاع. فلما الاثنين يقعدوا مع بعض مش هيحصل بقى الخناقه الكونفليكت، يعني يجي واحد يقول لك ايه بتاع الديزاين عمل لي تصميم غبي جدا احنا ما نعرفش نعمله، ليه يا عم؟ اصل بيقول لي مش عارف اعمل لي الكام تخانه مش عارف 5 سنتي، السوق كله ما فيهوش خشب التخانه دي، اكبر حاجه 4 سنتي مثلا، يعني في حاجات بنسمعها كده، كل صناعه بقى ليها محدداتها وكل حاجه ليها قصتها، الناس دي ما بيعرفوش ولا ايه. ما ينفعش يعني الناس المتبنيه الابروش ده، بيقول لك ما ينفعش اللي بيصمم يبقى في وادي واللي هينتج في وادي تاني، قعدهم مع بعض اهو. دي اول حاجه، اول ناس دول. تاني ناس بقى لك التصميم بواسطه الكمبيوتر، تالت حاجه البرودكشن كان برودكشن ريكويرمنتس. خلينا الاول في الكونكرنت انجينيرنج اللي هو الهندسه المتزامنه دي او الكونكرنت انجينيرنج، بيقول لك ايه بقى، مفهومه حلو برضو او يعني حاجه ميزه جميله جدا. بيقول لك اهو كونكرنت انجينيرنج مينز، معناها ايه؟ معناها برينجينج ديزاين اند مانيفاكتشرنج انجينيرنج، هات بيبول، هات المهندسين بتوع الانتاج والمهندسين بتوع التصميم توجذر early in the design phase. ايه بقى design phase دي؟ ما انا بقول لك بقى الحاجات الكبيره، تلاقي البرودكت سايكل او الفاليو تشين، الفاليو تشين بتاعت المنتج، مثلا الادويه مثلا او البترول او انتاج الطيارات، حاجات كبيره يجي يعمل لك ازاي، يقول لك مثلا عايزين مثلا حاجه زي نرسم كده، يقول لك مثلا ايه، اول حاجه الار ان دي، مفيش لون غير الاسود ده اهو، الار ان دي، بعد كده الديزاين المنتج، بعد كده الانتاج البرودكشن، بعد الانتاج يجي التسويق، بعد التسويق يجي الكاستمر سيرفيس، ادي الفاليو تشين بتاعته. امسح بقى كل الهبل ده. طيب يبقى كلام جميل جدا جدا، امال ايه بقى الديزاين فيز؟ هو انا يقصد ان هو قبل الانتاج، قبل الايه،
قبل المانيفاكتشرنج فيز او قبل البرودكشن فيز. طيب فهو هنا بيقول لك هو هتقعد بتوع الانتاج مع بتوع التصميم قبل الانتاج خالص في ديزاين فيز to simultaneously develop the product and the process for the creating او for creating the product. يبقى طب ايه ميزه الحكايه دي؟ هنعرف بعد كده ان في مزايا كتير، بس احنا عامه يعني هتلاقي كل المزايا منبثقه من حته ايه؟ ان بتوع المانيفاكتشرنج عارفين امكانيات المصنع، بتوع الديزايننج عارفين ايه اللي جاي لهم من الار ان دي مثلا، طوروا دواء جديد. ساعات الار ان دي ده ريسيرش اند ديفلوبمنت ده بيقعد سنين قبل انتاج المنتج، مش في يوم ولا اتنين. زي كم يجي يقول لك تعمل احسب لي تكلفه المنتج، مش ده يا باشا، مش تكلفه المنتج هو تكلفه البرودكشن بس، لا ده بتوع الار ان دي بقى لهم سنتين بيعملوا بحوث وتطوير. تيجي بقى بتوع المحاسبه بقى، الكلام ده يترسمل ولا ما يترسملش، يخش في تكلفه الفتره ولا تكلفه المنتج، مالناش دعوه. انت لما تيجي تقول لي والله انا عايز اعرف تكلفه الدواء الجديد، يبقى انا اشوف كل الفيزز، كل مراحل الانتاج اتصرف على الدواء كامل. بتاع المحاسبه الماليه بقى يتخانق مع بتاع المحاسبه الاداريه في الرسمله ولا ده مصروفات سنويه، مالناش دعوه بالكلام ده. احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ في جدوى الحاجه دي واقتصاديه الحاجه دي. طيب فخلينا نرجع تاني للانتاج، سيبك من الفاينانس والاكاونتنج، تقول لي بتوع الديزاين عارفين ايه اللي العميل عايزه، ايه اللي جاي لهم من الريسيرش اند ديفلوبمنت، بتوع المانيفاكتشرنج عارفين امكانيات المكن وامكانيات المصنع والاحلام اللي انتوا بتقولوها دي ما ينفعش تتعمل او ينفع تتعمل، بس عايزين تصميم نقدر نعمله او حاجه نقدر نفهمها او ايه نقرب وجهات النظر. فلازم قعدتهم مع بعض دي مفيده جدا. ايه بقى قعدتهم بقى مع بعض؟ اهو advantages of concurrent engineering. ايه بقى هي بقى؟ اول حاجه هو بيقول لك manufacturing personnel are able to identify product capability and capacity. بص بقى الميزه هنا بيقول لك ايه؟ ان بتوع الانتاج عندهم يعرفوا البرودكشن كابابيلتي وال بتوع الانتاج يقدروا يعرفوا الايه الكابابيلتي والكاباسيتي، القدره الانتاجيه عامله ازاي. صح. فلذلك لما تيجي تتكلم معاهم هيعرفوا يقدروا يطوروا لك ولا لا، الحاجه دي تنفع ولا لا، ما تبقاش تصميم كده ايه يعني غير قابل للتنفيذ. طيب دي اول فايده. تاني حاجه ايه؟ ديزاين اور بوسمنت او بوشمنت اوف كريتيكال تولينج. في بعض الحاجات زي ما قلنا مثلا الادويه او الادوات الحيويه، some of which may have long lead times can occur early in the process. ساعات بتحتاج وقت طويل جدا قبل الانتاج، زي مثلا ايه بتوع البترول بيعملوا ابحاث وتطوير، بتوع اللي بيعملوا دواء جديد، اللي بيعملوا اختراع جديد، اللي بيعملوا مثلا عربية جديدة، بيعملوا اختراع، بينزلوا موبايل جديد. يعني انت لما عملوا موبايل اللي هو بالتاتش بقى ويقلب الصفحة ده، كل الناس كانت هتتجنن بقى ونسوا ابو زراير وبتاع، بعد كده ممكن بقى يعمل لك الموبايل بقى ايه، تشاور له من بعيد تشاور له يقلب او تعمل كده. فما يعني هو اللي بالكلام اللي هو تقول اسم دي قديمه، حاجه مش جديده، بس يعني كل ما بتطور معناها ان انت ايه عايز تعمل ار ان دي كتير، وده قبل المنتج بكتير يعني. فهنا بيقول لك اهو. طيب تالت حاجه التكنيكال فيزابيليتي. التكنيكال فيزابيليتي احنا كنا بنقول الفيزابيليتي تلات حاجات، مين فاكر لما كان بيقول لك الفيزز مراحل البرودكت ديزاين؟ كنت بتقول الفيزابيليتي، كنت بشوف الماركت اناليسيز والايكونوميك اناليسيز والتكنيكال اناليسيز. صح. السوق هي عايز ايه، الماركت اناليسيز والايكونوميك اناليسيز، التطويرات او الديزاين التصميم اللي انا عايز اعمله الجديد ده هل هيبقى اقتصادي؟ يعني هنصرف مليون جنيه يجي لنا كام مثلا يعني. تكنيكال بقى فيزابيليتي، هل نقدر احنا اصلا يعني في تكنولوجيا تخلينا عندنا امكانيه المكن بتاعنا المصنع ابتدى نقدر يعمل كده. تكنيكال فيزابيليتي اوف بارتيكولار ديزاين اور بورشن اوف ديزاين كان بي اسيست ايرلي. يقدروا يتناقشوا ويقدروا يقيموا الحكايه دي بدري بقى قبل ما ايه
هنا بيقول لك نمرة 4 دي جميلة جدا وواضحة قوي، يعني مش محتاجة شرح. بيقول لك emphasize can be on problem resolution لا evolution او resolution ماشي instead of conflict resolution. يعني بيقول لك هنا التركيز هيبقى ايه؟ على حل المشاكل او حل المشكلات بدل النزاعات بدل الكونفليكت. يعني غالبا اللي بيحصل ايه، تيجي اداره الانتاج تقول لك ايه التصميم الغبي اللي بعتنها لي بتوع التصميم دول، ازاي نعمل الحاجات دي، ده عاملينها كده حاجات سيرجيتيكال ما ينفعش تتعمل على ارض الواقع، او بتوع التصميم يقولوا لا بتوع الانتاج ما عملوش اللي احنا عايزينه، او فلا قعدهم مع بعض هيحلوا المشاكل بدل ما هيتخانقوا. لان ايه، هم بيتخانقوا لان كل واحد بعيد عن التاني، كل واحد مش عارف وجهة نظر التاني، لكن يقعدوا يعني ايه يحلوا المشاكل ويشوفوا يوصلوا لايه، نقطة تلاقي يعني. طيب long standing boundaries between design and manufacturing can be difficult to overcome، التغلب على الحدود اللي ما بين التصميم والتصنيع اللي هي المفروض ايه، زي ما قلنا برضو يعني متهيألي هي كلها يعني حاجة واحدة، بس يعني نقط فرعية كلها يعني او مزايا فرعية من الميزة الرئيسية، ان هما يقعدوا مع بعض يظبطوا يقربوا وجهات النظر. There must be extra communication and flexibility، تواصل ومرونة اكتر طبعا. If the process is to work and this can difficult to achieve. طيب تاني نوع، يبقى ده اول ابروش، اول ابروش من الابروشز اوف ديزايننج نو برودكتس اللي هو الكونكرنت انجينيرنج، اللي انت زي ما قال لك كده برينجينج ديزاين اند مانيفاكتشرنج انجينيرنج بيبل توجذر ايرلي ان ذا ديزاين فيز، قبل ما قبل الانتاج تقعد في مرحله التصميم. طيب تاني بقى ابروش ايه، قال لك الكمبيوتر ايديد ديزاين. الكمبيوتر ايديد اللي هو اختصار CAD، كمبيوتر ايديد يعني التصميم بواسطة او بمساعدة الكمبيوتر. طبعا المهندسين عارفين كويس برامج الكاد او الاوتو كاد، دي برامج تصميم، برامج مش هندسية فقط ولكنها بتصمم. يعني ممكن مثلا تلاقي يقول لك رسام اوتو كاد ما هوش مهندس، ممكن بيبقى، بس انت بتقول لي ايه هو، ايه فايدة البرنامج ده؟ سهولة التصميم ودقته. يا سلام دقته طبعا، اما انت تيجي تقول لي والله ان المهندسين بيرسموا فري هاند وكل حاجه وزي الفل، بس ده بقى تخيل بقى دقه وسكيل عالي، تخيل بقى السكيل كبير قوي قوي، بيمسك مساحه كبيره قوي بيصغرها في حاجه صغيره، وكمان ايه الدقه والسكيل وحاجات كتير قوي. اما تيجي تعمل مثلا 3 دايمنشن مثلا حاجه كده مجسمه، وتعملها ازاي في ارض الواقع؟ فبيقول لي كمبيوتر ايديت ديزاين يوز كمبيوتر جرافيكس. كمبيوتر جرافيك بقى كل امكانياته بقى يا جماعه، يعني الكمبيوتر في كل حته في كل مجال، يعني قصدي بيوريك امكانيات كويسه جدا جدا جدا. كمبيوتر جرافيكس فور برودكت ديزاين، تقدر تصمم بقى وتعمل بقى مؤسسات وتعمل الوان وتعمل ابعاد وتعمل زي ما انت عايز. طبعا ده مش بنتكلم برضو في البرودكت ديزاين على التغليف او الشكل فقط، ولكن كمان مكونات البرودكت، الحاجات اللي زي ما قالك كده الكونسبتس، الحاجات احنا قلنا قبل كده السؤال اللي كان بيقولك هو انت بتصمم ايه في المنتج، قلنا الكونسبتس او البينيفيتس اللي العميل بيشتري البرودكت عشان يستفيد بيها. تاني حاجة ايه، الباكج اللي هو البرودكت والسيرفيس. تالت حاجة انا نسيت والله البروسيس اللي هو ايه، ذا واي ذا اورجانيزيشن يوز تو بروديوس جودز وسيرفيس. الحمد لله فاكر. يبقى التصميم ثلاث حاجات، عشان ما بس ايه بنفكر نفسنا عشان ما نفتكرش ان التصميم بيبقى في الغلاف، لا، او في الشكل الخارجي او في الشكل، لا ده كمان في جسم العربيه مثلا، جسم المنتج، مكونات المنتج نفسها، البينيفيتس زي ما قال لك كده او الكونسبتس. طيب ذا ديزاينر، شوف بقى تخيل بقى امكانيات الكمبيوتر هتبقى عامله ازاي. ذا ديزاينر كان موديفاي، يقدر يعدل ان اكزيستنج ديزاين اور كرييت ا نيو وان، او ينتج او حاجه جديده خالص صممها من اول جديد وانا مونيتور على الشاشه باي مينز، بواسطه ايه بقى، حاجات كتير بقى، كل الكيبورد والماوس واللايت بين، عنده مثلا تصميم ده اخده على سكانر ولا من الانترنت، ملايين التصميمات. مع
مع ان برضه في منتجات بتبقى يعني التصميمات خاصه بيها، حاجات سريه الكومبيتيتورز لو عرفوها يعرفوا سر المهنه. كيبوردز، جيستيك، الحاجات دي كلها. بيقول لك بقى وانس، من مزايا الكمبيوتر اهو، بيقول لك وانس ذا ديزاين از انترد انتو ذا كمبيوتر ذا ديزاينر كان مانيوفر ات اون ذا سكرين. كلمه مانوفر يعني مناورات، مناورات طبعا مش مقصود بيها مناورات حربيه، المقصود بيها ايه؟ يعني يقدر بقى يغير ويقدر يعدل ويقدر مثلا ده جرافيك مثلا 3 دي، يقدر يقلب كده يشوف الطياره من كل النواحي، يخش عامل مثلا بيت، عامل ماكيت البيت ولا عامل حاجه للبيت، تقدر تخش بقى الاوض وتلف وتخش وتطلع. دي امكانيات الكمبيوتر، ان هي ايه مزاياها كده جامده جدا جدا. طيب ايه الادفانسد بقى او الادفانتجز اوف كاد، تصميم بواسطه الكمبيوتر؟ قول بقى، حدث بقى براحتك بقى. هو انكريز برودكتيفيتي اوف ديزاينر. تخيل الديزاينر ده مطلوب منه التصميمات دي كلها يدوي، هيقعد قد ايه بقى عشان ينتج لك الواحده؟ يقعد شهر ينتج الواحده؟ لا، البرودكتيفيتي الانتاجيه بتاعته يقعد كام يوم ينتج لك 20 واحده. شوف بقى ازاي. يبقى هنا انكريز البرودكتيفيتي اوف ديزاينرز، بس كده ده يجيب الافات ويعدلهم ويصممهم ويعمل. الكمبيوتر هيساعده جامد جامد جدا في الحكايه دي. طيب تاني حاجه، سكند ميجر بينفيت اوف كاد از ذا كريشن اوف داتابيز. عنده بقى ايه ده بقى؟ عنده داتابيز، داتابيز يعني الاف التصميمات، قاعده بيانات فور مانيفاكتشرنج ذات كان سبلاي نيدد انفورميشن اون برودكت جيومتري دايمنشن توليرانس ماتيريال سبيسيفيكيشن سو اون. كل بقى التصميمات، كل تصميمات كل المنتجات وكل التعديلات موجوده عنده على الايه، على الداتابيز. اي تعديل طلع يا عم بتاع وعدل واطبع وزي الفل، او ابعت لي الانتاج فطبعا مساعده رهيبه جدا. ايه بقى هنا داتابيز؟ كلمه داتابيز اكيد طبعا هتربط في ذهنك الكمبيوتر بالايه، بالساعه التخزينيه، بالسرعه، بالاداء، بشكل الجرافيك، الكلام ده كله. ثلاثه، المهم يعني من كل ده استفاده بامكانيات الكمبيوتر في الحاجه اللي انت عايز تعملها، تسهيل، بس تسهيل. انما برضو ما زال يعني افكار واساسيات المخ البشري هو الاساس في الموضوع ده. Some CAD system allows the designer to perform engineering and cost analysis on the proposed design. التصميم المقترح ده ممكن تلاقي ان هو يقول لك ايه، والله عدلت في تصميم العربية كده هتكلفك 100,000 بدل 120. شوف بقى ازاي يحسب لك الكوست، زي مثلا في برامج زي مثلا مش عارف بريمافيرا وحاجات بيبقى برضو عارفينها المهندسين، هتلاقي بتعدل له الكوست وبتعدل له. بس ده إدارة مشروعات يعني، برضو يعني بيتكلم ريليتد بالكوست. فده تاني ابروش اللي هو الكمبيوتر ايديد ديزاين، الكاد. طيب تالت ابروش، احنا قلنا اول ابروش اللي هو الكونكرنت انجينيرنج، قعد المهندسين بتوع التصميم وبتوع الانتاج مع بعض بدل ما يتخانقوا، بدل ما بتوع الانتاج عارفين امكانيات الانتاج وبتوع التصميم عارفين رغبات العميل اللي عايزين يغيروا التصميم ليها، لا اقعدوا مع بعض ما تتخانقوا يا عم، شوفوا وصلوا لنا لايه، لاحسن حل واحسن طرق، يعني حل وسط يعني. تاني حاجه الكمبيوتر ايديد ديزاين. تالت حاجه البرودكشن ريكويرمنتس. البرودكشن ريكويرمنتس تيجي تلاقي في حاجه اسمها ام ار بي اللي هو الماتيريال ريكويرمنتس والبرودكشن ريكويرمنتس. كانوا زمان يعملوا ايه؟ يعملوا جداول، العربيه دي فيها 100,000 قطعه، 100,000 حاجه، فيها دوره الكهرباء، فيها دوره البنزين، فيها مش عارف الدوره الميكانيكيه، فيها كل حاجه ليها ريكويرمنتس. فكانوا يعملوا جداول، يعملوا امكانيات، يعملوا هنا بيقول لك ديزاين نيدز تو كليرلي اندرستاند ذا كابابيلتيز اوف برودكشن. اللي بيصمم ده لازم يعرف الكابابيلتيز اوف برودكشن، المصنع بتاعنا هيقدر يعمل التصميمات اللي انا عايزها ولا لا. الاكويبمنتس، السكيلز، التايب اوف ماتيريال، السكادولز، التكنولوجيز، السبيشال ابيليتيز. تخيل بقى ان اللي بيعمل التصميم ده مش مهندس وما دخلش المصنع خالص وما يعرفش اي حاجه عن الكابابيلتيز اوف برودكشن. ماشي هيعمل بقى حاجه في قطعه فنيه وكل حاجه، بس هل هي واقعيه تقدر تتنفذ ولا لا؟ This help in choosing designs that
ماتش كابابيلتي. هو ده بقى اللي احنا عايزين، ديزاين ينفع يماتش الكابابيلتي، يبقى واقعي، ينزل على ارض الواقع يتنفذ، ويبقى كمان ايه زي ما قلنا كده بقى الثلاث جدوات، اللي هو جدوى ماركتنج سوقيه، وجدوى ايكونوميك اقتصاديه، يعني ما يصرفش ملايين على التصميم وفي الاخر ما يطلع المنتج خسران، وجدوى تكنولوجيه، يعني نقدر نطبق الحاجات دي. التكنولوجي هنا بمعنى وسيله الانتاج، نقدر فعلا ننتج ولا لا. طيب وين opportunities and capabilities دونت ماتش، ايه الاوبورتيونيتي، الفرصه، احنا عندنا فرصه ان احنا نطور العربيه بتاعتنا وهتتباع ب 100,000، نقدر نبيع 100,000 عربيه. طب الكابابيلتيز، احنا ما عندناش امكانيه ان احنا نطور التطوير ده. لو دونت ماتش، مانجمنت ماست كونسيدر ذا بوتنشال فور اكسباندنج، نزود الكابابيلتيز بتاعتنا ولا لا، اور تشينجينج الكابابيلتيز تو ميك تيك ادفانتج اوف ذا اوبورتيونيتي. لا يا عم، زود يا عم، هات لنا مكان جديد يا عم، لا ده دي فرصة كويسة وهننافس وبتاع. طيب حلو قوي، يبقى دي دراسة للكابابيلتي بتاعتنا، القدرة بتاعتنا، والاوبورتيونيتي، الفرصة اللي موجودة في السوق. مانيفاكتشرنج از ا كي كونسيرن فور مانيفاكتشرنج جودز ايزي اوف فابريكيتنج واسمبلي از امبورتنت فور كوست برودكشن كواليتي. طبعا العامل الاساسي هو الانتاج، هنا هو اللي بيظبط الكواليتي وهو اللي بيظبط التكلفه. ذا تيرم ديزاين فور مانيفاكتشرنج اللي هو الدي اف ام، ديزاين فور مانيفاكتشرنج يعني احنا بنصمم عشان ننتج، از ايشود او از يوزد تو انديكيت ذا ديزايننج اوف برودكتس ذات ار كابابل ويز ان اورجانيزيشن كابابيلتي. يعني لازم تكون هو ده المفهوم بتاعك، او هو ده وانت بتصمم، بتصمم علشان تقابل او تبقى كومباتبل مع امكانيات الشركه بتاعتك، ما تصممش حاجه هتترمي، لا دي حاجه واقعيه، حاجه هتتعمل علشان تقدر ان انت تستفيد بيها وتنتجها وتكسب. وهي دي الثري ابروشز عندنا كده، الثري ابروشز نقولهم تاني بسرعه، الكونكرنت انجينيرنج اللي هو الهندسه المتزامنه، تاني حاجة الكمبيوتر ايديد ديزاين، تالت حاجة البرودكشن ريكويرمنتس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.